اهلا وسهلا فيكم احبائي. اليوم رح نعمل شيء كتير طيب ومسقع بنفس الوقت، يعني مثل ما بتعرف كل هالشوبات بدنا شيء يتحملنا قلبنا او شيء هيك نشربه وشيء مسقع. اليوم رح نعمل بالخيار شيء كتير طيب. بداية احبائي رح اجيب طبلية ورح اشرق الخيارات بهيدا الشكل، شكل مربعات. بس طبعا قبل بداية الفيديو حط لايك كتير كبير للفيديو، اذا اول مرة بتفوتي على القناة وعجبك المحتوى كبسي كلمة اشتراك او سبسكرايب حتى يوصلك مني كل شي جديد، واهم شي شغلي كل الاشعارات. هلأ هون انا احبائي عم باشر بتقشيرون او بتقطيعون بهيدا الشكل. هلأ بتشوفوا شو رح نعمل. رح نجيب جات كبير، اذا نحنا كمان عنا كمية كتير كبيرة للخيار فينا نعمل هيدي الطريقة. كمان رح نقشر التانية، طبعا منقطع الراس من فوق. فينا نعمل بس نحنا نقطعهم، فينا نقطعهم صغار وفينا نقطعهم كبار مثل ما انتو بتحبوا. انا تقريبا هيك وسط. هلأ رح باشر بالتانيين. هلأ رح ضيفهم على الجات بالإضافة إلى راسين من الثوم. إذا فيكن أنتو تحطوا ثلاثة بس إنه هيك نحنا لنعطيها نكهة طيبة بالإضافة إلى الملح. أنا عندي هون كليين من اللبن رح حطهم كلهم بفوق الخيارات بهيدا الشكل. هلأ رح نضيف المي، طبعا انا حطيت المي فوق السطل وهيك حركته كتير منيح حتى نزل. هلأ رح نخلطهم كلهم بقلب بعض. هلأ رح نحط هيك رش صغيرة من نعنع اليابسة بتعطيها طعم كتير طيب، وفينا نحط شوي صغيرة من الحر البودرة. هيك نحركهم كلهم بقلب بعض، يعني هيدي بشهر اب، ويعني لازم كل يوم نشرب منها او ناكل منها كاسة او كاستين. هي انا كتير بحبها. بالاضافة رح نحط التلج، كان هون صارت عنا مثل البوزة، ورح نحركهم ورح نحطهم بقلب الكاسة. وهلأ صار فيي لكم صحة وهنا، جربوها كتير طيبة. الى اللقاء بفيديو جديد.